السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة. حلقة جديدة، البداية من جدول مواجهات الجولة 36 من دوري نجوم العراق. الكابتن صفوان عبد الغني، لاعبو الأولمبي لم يبخلوا بجهودهم مع القوة الجوية. يعني مدى شاهد هذا الموجود عند اللاعبين، يبذلون قصارى جهدهم من اجل ان يقدمون فشيء لفريق القوة الجوية. بالوقت الحالي كل اللاعبين الموجودين مع المنتخب الأولمبي يقدمون ادوارهم بشكل ممتاز ويشكرون على كل جهودهم. ممكن للمستقبل ممكن ان يكون هذا الامر عائق بالنسبه لبطوله الكاس اذا ما ذهبوا للمنتخب الاولمبي، وهذا لحد الان ممكن اداره النادي تناقشه مع اتحاد كره القدم. ما وضعي بالحسبان، احنا مركزين على الدوري ومسابقه الدوري بالوقت الحالي، والحمد لله والشكر تركيزنا عالي ويتحقق المبتغى ويتحقق ما وضعنا له من اهداف من خلال هاي الفتره. بكل تأكيد منافسة مستمرة وباستمرار إلى حد ما ينحسم الأمر لفريق الشرطة بشكل رسمي. إحنا منافسين، وحتى وإن حسم الدوري لا سامح الله لفريق الشرطة، إحنا نحقق اللي علينا، نحقق المرجو من عندنا أن نحقق نقاط أي مباراة إلى نهاية الدوري، وهذا ما مطالب به كادر التدريب واللاعبين خلال هذه الفترة إن شاء الله. اللاعب حسين لاوندي، سنذهب مع المنتخب الأولمبي للمنافسة وفخور بتواجد أيمن حسين معي في خط الهجوم. طبعا هذا كل لاعب يتمنى وفخر لكل لاعب انه يرتدي قميص المنتخب بأولمبياد باريس. كان هذا شيء يعني بالنسبه لي انجاز، الحمد لله وشكر. ان شاء الله نوعد الجمهور العراقي، ان شاء الله نقدم شيء انه يليق بينا احنا كلاعبين وبالكادر التدريبي بقياده الكابتن راضي الشنشل بأولمبياد باريس. تواجدك انت وايمن حسين ورضا فاضل في خط الهجوم. الحمد لله وشكر انه تلعب مع هيك مهاجم ايمن حسين، لاعب منتخب، انه فخر انه ونتعلم منه هواي شغلات ان شاء الله، وان شاء الله ان يعني نقدم شيء يليق بينا احنا كلاعبين ان شاء الله. احنا تعرف احنا يعني حتى قالها الكابتن راضي، احنا يعني ما رايحين انه نتونس او ما رايحين انه بس مشاركه، احنا رايحين انه يعني ان شاء الله نقدم كل ما عندنا لسعاد جماهير العراقيه ان شاء الله. ان شاء الله نطابين يعني منافسين ان شاء الله. اللاعب علي فائز، لا اتحمل الاخطاء السابقه وغيابي عن الطلبه خارج عن ارادتي. والله شوف، اي لاعب يبتعد عن المباريات يتاثر عليه بصراحه، بس الحمد لله والشكر انا عندي ثقه بنفسي، لذلك اذا اغيب شهر او شهرين او ثلاثه ارجع العب راح تلقاني اقدم مستوى او احصل على نتيجه. هاي تدل على انه الثقه بالنفس واللاعب انه يعرف شنو قيمته بالنسبه للفريق او للجماهير. الحمد لله والشكر ما خيبت ظنهم كجمهور او اداره او كادر تدريبي. مانحيني كامل الثقة، مانحيني قيادة الفريق، مانحيني تعرف انت الأمور الأكبر بالفريق. نعم صارت أخطاء سابقة، بس أخطاء يعني مو من قبلي أنا كلاعب، حتى نكون على بينة أمام الجماهير وأمام الإعلام. احنا ما خطأنا بشيء، لكن هاي ظروف الحياة بصورة عامة، الكل يخطئ، الكل يعني وارد لهذا العمل سواء كرة القدم او عمل اخر. علينا انه نتحمل ونصبر، ويوم نرجع لازم نقدم كل شيء بايدينا الحمد لله والشكر، لان احنا مثل ما قلت لك احنا لاعبين وهذا رزقنا، واحنا على نياتنا، لا نقدر نضر احد ولا نقدر نأذي احد، وبالتالي هي محسوبة علينا. لاعب الزوراء علي محسن، يعطي نسبة كبيرة لبقائه مع النوارس. اي بالتاكيد، هذا خصوصا هذا الموسم يعني المنافسه ما تنحسم الا قبل دورين من الموسم، احنا جايين نقدم اللي علينا بعد تبقى التوفيق من رب العالمين. بعد الاداء الجيد اللي قدم على علي محسن خلال هذا
هذا الموسم، حاول البعض ياثر عليك ببث الشائعات انتقال من تعرف انت بالعراق، تعرف انت خصوصا نهايه موسم تظل اشاعات الناس تقول فلان شيء انتقل فلان انتقل. الحمد لله وشكرا جاي شبانه الفريق، انا مرتاح بنادي الزوراء وجاي اقدم اللي يرضيني ويرضي الجماهير، فانا شيء اكيد المكان اللي ارتاح فيه ابقى به لحد ما ينتهي الموسم وراها كل حادث حديث. تفضل البقاء بالزوراء؟ لا شيء اكيد انا باقي بنسبه 100% باقي بالزوراء. اللاعب أحمد فاضل الزوراء بحاجة إلى إدارة محنكة في المرحلة المقبلة. هو الشرف لكل لاعب طبعا يمثل الزوراء، لكن يعني هاي الأمور شوف أنت أكو اختلافات بالرأي وأكو اختلافات ببعض الأمور يمكن من الجمهور ومن الإدارة، والجمهور الزوراء دائما يقول لك أنا أطمح للألقاب، إدارة الزوراء تفكيرها واحد يقول لك المال أو يتحجش بالمال، لكن هو الزوراء دائما يحب الفريق، جمهور الزوراء يحب يشوف فريقه دائما بالمنصات التتويج. شنو الحلول برايك؟ والله الحلول يمكن حل هي المؤقتة، ونشوف إن شاء الله يكون ناس ذو اختصاص في إدارة شؤون النادي يكون بمهنية عالية، ليس فقط نجم يكون يخدم فقط النادي، لا احنا نقول مثلا نقول حنكة إدارية موجودة على مستوى عالي في سبيل قيادة الزوراء إلى أفضل حال. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الأستاذ أياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، مرحبا بك حياتي. حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بك، شرفنا في برنامج كورة. ضيفي لحلقة هذا اليوم المرشح لقيادة الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء السيد اياد بنيان. وهذا ذا ينأخذ عنوان فورتنا ورطة عظيمة، يعني ماكو ان شاء الله ماكو ورطة. لا طبعا هذا بس إذا انت نبدي. ما يعني ولا خلينا امسي على جماهير الرياضة، حياكم وامسي على مشاهدي قناة الفرات في كافة ارجاء المعمورة، على شارعنا الرياضي. انا دائما اقول شارعنا يعني الشعب العراقي شعب رياضي، شارعنا العراقي شارع رياضي. انت ما تقدر تنكر انه اسمك مطروح بقوه خلال الفتره السابقه. بس هذا يعني شنو ذنبي في الموضوع؟ شنو علاقتي في الموضوع؟ ذنبك انه اي مؤقته بالعراق يقولون السيد اياد بنيان هو المنقذ، هسه هي زينه ومو زينه؟ مو هذا السيف ذو حدين، مره في قضيه خلافيه، مرة في قضية تجي بالسياق الطبيعي. بالنسبة لي طبعا أنا كثير سألوني، وأنا من أول شيء أول ما طرح اسمي وأنا تفاجأت مثلي مثلك بالإعلام يعني، وهذا تليفوني تجيني أكيد كنت عندك فكرة، يبدو أكو يعني يتكرر عليه نفس المسج، نفس المسج من أسماء عديدة ومن أرقام مختلفة تحديدا كثير. اكو طبعا اكو بعض من جمهور الزوراء التحيات. شنو المسج المتكشي شو يطلبون منك صراحه؟ البعض يتوقع انه اني ما اعرف انه مرر هذه المعلومه كانه انا راح اكون رئيس المؤقته لنادي الزوراء. انا طبعا في هذا الشيء بضرس قاطع، مو استخفافا بالجمهور الزوراء، الزوراء امه عظيمه ترى بالرياضه يعني بصراحه، ولا يوجد بيت عراقي ما بواحد زوراي. أنا أعتقد يمكن نختلف في بيوتاتنا، بعضنا زوراين وبعضنا شرطاويين، أو بعضنا جوية وبعضنا زوراين هكذا، واللي هو الأكبر العراقي الرياضي هو الزوراء، فمو استخفافا ولا استهانة ولا يعني واحد ما تتعف نفسه عنهم، بالعكس. بس أكو شيء أكو معقول، حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. بعيد كل البعد عن هالقضية وعن هالمسألة وعن قضية المؤقتة، أما أن يطرح اسمي في كل مؤقتة فهذه يعني قد يكون واحد يمكن تشعرك برضا داخلي لكن مو بالقضايا الخلافية ولا يعني. يقول لك اللي إذا استلم أياد بنيان المؤقتة فإحنا واثقين أنه ما راح يطمع في أن يستمر لإدارة دائمة، فأنت وجودك بهذا المنصب ما راح تنافس أطماع الآخرين، ما اعرف ايش توقع يعني. هذا فكرك الراقي تفكر بهالطريقه، بس هو اليوم هي علينا ان نكون واقعيين، قضيه اكو بها احتدام وخلاف وبها قضاء وبها سجالات وبها مناكفات، بها نجوم يعني احنا اصلا اداره الزوراء اصدقاء يعني، يعني كابتن فلاح اخونا العزيز واللي كله كل محبه واحترام، المعترضين ايضا اصدقائي بصراحه يعني، كابتن غيث يمكن يغمز من قناة دائما يقول مثلا انه قريب مني معي في المكتب يعني كان هذا السبب اللي خلاكم
او خلى اسمك مطروح مرشح. قد يكون غيث عبد الغني يشتغل بنفس المكان مع السيد عاد بنيان بالمستشاريه ومشوها طبخوها للسالفه. هو اولا طلعوا فلاح حسن الرئيس النادي، ليش تطلع فلاح حسن؟ لا اطلاقا، هو هذا لو نجيب السياقات هسه نجي يعني شيئا فشيئا، وحتى القرار نتحدث عنه يعني القضيه ما لها علاقه، قضيه يعني قانونيه هسه صحتها وعدم صحتها ايضا راح يتم القضاء يعني، واكو سياقات واضحه ومعلومه يعني للجميع يعني. انا مو معني بها، لكن بنفس الوقت كوني مستشار رئيس الوزراء وكون جميع الاطراف تتصل بها مثلا يتصلون بها، انا المعارضين متصلين بها، يمكن اداره الزوراء الوحيده ما اتصلت بها يعني. ما اتصلت؟ لا ما اتصلت، ما صارت ولا طلبوا مساعده ابدا 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 اطلاقا، لا اطلاقا، يمكن لانهم متبرره لهم هيك معلومه معتبرين كان يكون والعياذ بالله ضد احد او كذا، لا اعوذ بالله. بس من زمان كان اكو اتصال وكان جوابي انه هذه الامور يحلها القضاء، عندنا قضاء، واعتقد هي قضيه كانت منظوره بالقضاء فيما بعد نظرت في مجلس التسويه والتحكيم. زين، انت نفيت وجودك بالهيئه المؤقته، نفيت لهذه اللحظه لو باعتبار ما سيكون يعني، لا حتى لا لو عرضت ست، لا 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 انا عرض علي يعني من قبل، مو من قبل اللجنه الاولمبيه، من كثير من يعني رياضيين، كثير من تحديدا من جماهير الزوراء يعني بصراحه، بس ابدا مو مناسب الي، انا مستشار رئيس الوزراء وهذه قضيه خلافيه اطلاقا، لا بذهني ولا افكر بها ولا راح افكر بها. خلينا نتحدث بالرسائل اللي قلت صارت علي حملات من جمهور الزوراء برسائل للسيد اياد بنيان. جمهور الزوراء وجمهور الشرطه. راح احكي بجمهور الشرطه، اولا جمهور الزوراء مرحب بفكره وجودك؟ يعني هو اللي يتصل بي مرحب يعني. مرحب. اللي يتصل بيك يعني. والحملات والرسائل تطالبك بانقاذ النادي. حتما اكو ناس بيلتصقوا ايضا بالاداره وكذا، ما صار اتصال لا، بس لكن اكثر اللي اتصلوا سامعين هذا الخبر، لانه انا تفاجئت مثلي مثلك يعني، شفت صورتي باكثر من مكان يعني، قلت واحد يقول الفيس احترق يعني، كنت انا كم شخص ايضا مو بس انا بصراحه يعني، بس انا ما لي علاقه واطلاقا لا من قريب يعني، ما 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 بذهني ابدا. جمهور الزوراء مرحب وطالبك بانقاذ، ما تقدر يعني تقول يعني هذا مو انت مسوي استفتاء بجمهور الزوراء يعني، بس اللي اتصلوا هم مرحبين خلال الرسائل جايه. نعم نعم. زين، نعم. رسائل الشرطه بدون لا اعرف ولا حاكي لي عنها ضايجين. طبعا اكيد ضايجين يعني، انت يعني انت تعرف انا ماركه شرطاويه شئت ام ابيت يعني. زين والنعم. فزعلانين اكيد طبعا. وصل الحال يقولوا لك تطعنا بخنجر ذارحة احد اتصل بي. نعم تمام بالضبط يعني. شنو جوابك؟ جوابي قلت له ماكو هيك فكره، هاي بعد بذهنكم وبذهن الاخرين موجوده فقط، ما موجوده بذهني. طبيعي انه جمهور الشرطه ما يتقبل وجودك بنادي اخر؟ هي طبعا عنوان محبه وعنوان طبعاً. ثقه، عنوان ثقه طبعا، اي اشوفها طبيعي انه يقول لك السيد اياد بنيان عنوان لنادي حتى الشرطة. انا ما زحت احد المتصلين يوم امس يعني تحديدا، انت شو انا مسجل باسمكم؟ قاعدين مسجل باسمنا. هاي زينه طبعا انه اسمك يطرز من ضمن اصحاب الانجاز في هذا النادي، وهذا شيء افتخر به يعني. هل ممكن يكون هذا احد اسباب رفضك لتولي نادي الزوراء؟ لو لا الاسباب اللي ذكرتها؟ لا الاسباب اللي ذكرتها، وايضا راعي هذا الجانب اكيد، لكن الاسباب المنطقيه اللي ذكرتها لك يعني ابدا يعني، يعني ماكو اي مصلحه اصلا حتى بالموضوع يعني، مو حتى ما تخدم نادي الزوراء وجودي ما اخدم بصراحه. اسمك يمكن واحده ايضا من الاسباب، لانه هي من المرشحين سيد عقيل مفتن رئيس لجنة أولمبية ورئيس اتحاد، فصعب أن يكون هو أيضا يجي يستلم رئاسة نادي. هو مو لأن رئيس اتحاد، لأن يمكن مؤقت به مجال، لكن هو رئيس لجنة أولمبية يعني صعب، تضارب مصالح هذا صعب أن تحل وتأسس أنت موجود بها، صعب يرفضها قانون الأخلاقيات باللجنة الأولمبية. شو يحتاج نادي الزوراء بهذه الفترة بعد كل هذه الاحداث؟ وخلي تنجل الغبره يعني، ومثل ما يقولون بان الصبح لذي عينين، عندما راح تتضح الملامح. الان احنا امام قرار، لكن الان ما شفنا الاسماء المرشحه. كنت متوقع هذا القرار؟ بدايه انا ما اعرف يعني، بس من قريه القرار، هو كان رفض رد الدعوة، لكن برد الدعوة أنا قريت القرار وقريت الكتاب اللي راح للجنة الشباب والرياضة، وقريته بعقل واعي جدا، بحيث
انتبهت حتى للحركات، لأنه بها معنى كبير وهسه أجي عليها. القرار ثبت خروقات بالانتخابات، لكن رد الدعوة، رد الدعوة لأن أكو تمييز، كان احتراما للتمييز رؤيتي يعني رد الدعوة، مع أنه ثبت الخروقات. الكتاب اللي راح للجنة شباب الرياضة كان قليلين، وأنا من القلائل اللي قروا بصورة صحيحة. الكتاب مو قرار، أنه بالحال ترى لا تقرأ زين، طلعت عليه؟ نعم. آخر عبارات أن للجنة الحق، نعم، اللي يقراها أنه يصير ملزم، أنه غير أنه، وللجنة مو اللجنة. هذا معناه أنا من أكتب مطالعة لدولة الرئيس، أو أكتب مطالعة لسيد مدير المكتب، أكتب أخير شيء ولكم ما تنسبون، يعني أخلت مسؤوليتها وقالت لكم القرار ولكم ما طبعًا تنسبون. من راح صار قرار الأولمبية القرار، يعني قصدي أنا مجلس التسوية والتحكيم ما أعطى قرار، ما أنطى قرار، لكن ثبت خروقات ورد الدعوة لأنك تمييز. فأنت شو متوقع لجنة الأولمبية تصدر هكذا قرار؟ ما كنت أعرف بصراحة، يعني لأنه هو من تقرأ القرار من تقرأ القرار رد للدعوة وتثبيت خروقات، وهي شيء عجيب يعني. خلينا نتعامل مع ما حصل بما جرى. يحتاج الزوراء شخصية رياضية جاهزة نجيبها نحطها بالهيئة المؤقتة أو رئيس نادي، لو يحتاج مستثمر كما هو الحال في دول خليجية، مستثمر متمكن ماديا ينتشل الوضع الزوراء. قضية حساسة، يعني حساسية بالغة أكون بهذا الموضوع. خلينا نحكي بشكل عام، تحتاج أنديتنا. أنا لأكثر من مرة أقول يعني أنا مع أنه الرياضة أصبحت سوق، ومع أن يتصدون لرئاسات الاتحادات والأندية رجال أعمال، خصوصا إذا تحولت يعني بالقانون الجديد، إذا أصبح الحرية أو الإلزام للأندية أن تؤسس شركات، فإحنا أمام قانون شركات، إذا إحنا أمام رجال أعمال. ما صار أي تواصل بينك وبين الكابتن فلاح حسن؟ لا ما صار. تشعر أنه يعتبروك خصم الآن بعد أن طرح اسمك؟ والأمر طبيعي يعني، يمكن حقهم، ما يدرون انه الامر انت، انا ما اعرف شلون يفكرون، بس ورا الحلقه جوز راح تختلف الرؤيه، راح يصير تواصل. لا بالعكس، احنا ما بالعكس، يعني شفت بعض، يمكن اول بارحه او يوم امس شفت احد اخوان يعني، وبالعكس تظني وكذا، وحتى اعتذر قال لي ما شفتك لا ما له علاقه معك، اما ان يطرح اسمي فهي مشكله. تلاحظ يعني على مدى سنوات في كل وزاره يطرح اسمي في يزعجك هذا الموضوع؟ لا اطلاقا، يعني رياضيا مع كل شيء مؤقت، هيئه اداريه مؤقته، هذا يطرح اسم سيدي، هذا هو طبعا بجانب مزعج. انت بالمؤقت يعني الانتخابات لعبه، انت باللعبه خارج اللعبه، لازم تتآمر ولازم تحشد ولازم هسه نسميها التآمر، هي لعبه وبها الاسلحه متاحه لمن يدير هذه اللعبه، يعني احيانا اكو اساليب ملتويه صحيح تستخدم حتى تحصل كذا، لكن المؤقته لانه الاخر سد امين فيقول لك هذه مؤقته. اغلب المؤقتات طبعا مؤقتات انواع، اكو بعض المؤقتات يحق لك طبعا ترشح تروح للدائمية. أنا بالنسبة لي مؤقتة ودائمية ما لي علاقة في رئاسه الزوراء، أقول لك يعني كده. ما بيك مجال. لا ما لي أبدا، ما بيها مصلحة أصلا إلي، وقد تكون ما بيها مصلحة حتى نادي الزوراء. بس فسر لي هسه ما بيها مصلحة إليك، تقول إنه أنا مستشار رئيس وزراء ما فكر أدير نادي، بس ما بيها مصلحة لنادي الزوراء شلون؟ لا أقصد لأنه أنا بالنسبة لي ما متقبل فكرة أن أكون حتى رئيس نادي في المستقبل، يعني لهذه الدرجة. إيه بعد ما حبيت تجربة رئاسة، يعني غادرت هذه المرحلة تماما، تحت إيه لا زين. حركة جيدة، دعم منقطع النظير من الحكومة لقطاع الرياضة، شنو السر وما الذي اختلف؟ حضرتك مستشار رئيس الوزراء لأكثر من رئيس وزراء، أربعة رؤساء، شنو اختلف بهذه الدورة؟ اختلاف كبير طبعا، أنت أمام وسابقا اكو اهميه للرياضه ينطوها كذا، لكن مو بهذا القدر بصراحه. كثير يعزون لكون شخصيه السيد رئيس الوزراء شخصيه رياضيه، هو من الاول محب للرياضه، وهذا بالفعل موجود هذا، لكن انا دائما اقول يعني هو هذا
واجب رجل الدولة، لأنه الرياضة مو قضية ترفية، الرياضة شيء أساسي بالحياة، الرياضة تتحكم بحركة الجماعات، الرياضة القوة الناعمة اللي تضبط إيقاع المجتمع هي وباقي الأجناس الإبداعية، لذلك من تكون أمام رجل دولة وهو أيضا شغوف بالرياضة، شغفة يعني هو مو خافي الرجل. وإحنا شخصيا أنا على المستوى الشخصي ملتقين به مرات عديدة، أيام كان وزير وأيام كان بالبرلمان تحديدا، انتخينا يعني أيام قضية القانون الأولمبية وخفنا أن يعبث في قانون معين للاتحادات، وكان هو إلى مداخلات بالبرلمان، يعني زرنا للبيت أكثر من مرة، فكنا متواصلين أكثر من مرة. في فترة تواجدك بالمستشارية التقيتوا لقاءات رياضية مطولة، سولفتوا مع سيد رئيس الوزراء؟ نعم طبعا، ولذلك هو يعني من أول لقاء، أنا أتذكر أول لقاء كان حوالي 50 أو أكثر من 60 شخصية، أول لقاء ونطرح موضوع الرياضة ومختلف الـ عندي سؤال، آسف هو كلش بسيط ما له علاقة يعني بمحورنا، بس هيك يعجبني أعرفه، شي يشجع ريال مدريد لا برشلونة؟ ولهم أب لكل الرياضة، رياضة العلاقة ريال لو برشلونة بعد بس أطلب لك على الدوري. والله ما أدري بصراحة، ما حكيته فيك. لا ما حكيت في الموضوع، بس هو يمكن ما أدري، هو صرح مرة قال برشلونة يعني. ما عارفين، ما متأكداني، بس يعني أكيد هو شغوف يعني بالدوري العراقي للجميع. ما شجع، ما عنده ميول لنادي، أنا سامع، ما مو منه يعني، سامع هو يحب نادي معين كان، ما أعرفه والله العظيم، بس أكيد كأي عراقي يحب يعني، لكن هو أي إنسان ترى من يصير في سدة المسؤولية وعنده شعور عالي بالمسؤولية راح يحيد مشاعره ويكون قبل الجميع. بس أرجع لسؤالك، كثير السيد رئيس الوزراء هو يحثنا على مبادرات وعلى يعني أفكار يعني تكون خلاقة وقابلة للتطبيق، ولذلك تشوف هسه بالفترة الأخيرة أكثر من قرار، هو ذاك اليوم تحدث عن 3 قرارات مهمة، يوم أمس قبل يومين وافق على مطالعة كان برافعها الأولمبية وحولت، احنا كل المطالعات تحول عليه وعلى الحاج خالد قبيان، ومطالعاتنا مشتركة بالتوجيه من السيد الرئيس، كل مطالعاتنا مشتركة فيما يخص الأولمبياد اللي راح يكون منتصف العام المقبل للشباب، 10 اتحادات، فيما يخص الميزانية التخمينية، الميزانية اللي راح تخص البنى التحتية الاتحادات يعني ايضا الاولمبيا طالبت بها، ايضا وافق واحنا رفعنا بها مطالعه هي تحول علينا. فيما يخص يوم مشروع الانجاز اللي سموه بطل الاولمبيا وكذا، ايضا هو طالب من عندنا من اكثر من 4 أشهر ولي اكثر من مرتين او 3 مرات بلقاءات مختلفه يقول قدموا لي استراتيجيه، قدموا لي استراتيجيه لعام، قدموا لي استراتيجيه لعام 32. انت تخيل عندك رئيس وزراء يقول لك قدم لي مش استراتيجيه عام 32 واحنا بعام 24، يعني هو يعلم علم اليقين هو ما باقي مو تمام. فهذه يعني هذه اخلاقيات وسياقات رجل الدوله، تمام رجل الدوله. اكو بطء منكم يوم امس او قبل يومين هذا المشروع؟ ابدا اطلاقا، جايك من يومين وافق دوله الرئيس على بناء، يعني حول الوزاره الشباب منشأ شبيه بمنشأ سباير يعني. ممتاز، وهذا فتشي يعني بصراحة دي أول مرة. شنو هذا المنشأ؟ شو يتضمن؟ قاعات ومراكز طبية مثل أنت شايف أكيد مطلع على اللي بقطر، قد يكون بشكل أوسع عند هالدرجة يعني. أوسع من؟ نعم نعم نعم. أكاديمية سباير. نعم في يعني هو. في أي مكان راح يكون؟ والله هذه بعد إلى الآن هو تدري هذه تخصص اختصاص وزارة الشباب. وحول هو الوزارة الشباب، أنا لو سألناكم كانت بالذهن، بس يعني الأفضل أقصد يعني أنت من وجهة نظرك نجاح هذا المشروع وين ممكن يكون؟ والله أنا بذهني مكان، بس أثير حفيظة الآخرين يعني، حفيظة الوزارات وحفيظة أكو مكان مناسب جدا، بس أحتفظ ليش أثير حفيظة؟ صعب الطرح بالإعلام يعني، لأنه هو تملك وزارة معينة وما مستخدم استخدام لائق. اكو تغيير الجنس ممكن يعني هاي الترتيبات بني ينطرح هذا الشيء بني، صحيح ان شاء الله زين. المواني قصدي انه المكان خاف هم تصير مشكلة مثل ملعب السعودية المهدات وهم تروح على ابو المكان ما اتفقنا عليه. هذاك مختلف، هذا مهدا يعني من
من السعوديه. تقول لك بس وفر لي مكان بلك ملعب اسهل من هذا. هذا بي بعرفه يعني ان شاء الله، اللي باعتبار هذا تعرف شنو المشكله؟ مشكله احنا يعني او مو المشكله، اكو سبب انه العاصمه الاداريه ضمن التخطيط العمراني تمتد باتجاه بسمايه يعني، فهذا سبب الاسباب انه هذا المكان يكون به. ممكن يصير؟ ممكن جدا بعد الى الان. زين خلينا نتحدث عن ملعب الكشافه. اليوم كان اكو فد حديث للسيد رئيس الوزراء لحل مشكله هذا الملعب العتيد القديم التاريخي بهذا المكان. انا بالملعب الكشافه لان انا من منطقه الكسره. yeah. وفتحت عيني من 65 اتذكر يعني بال 65 مو ذاك الوعي لكن عندي ذكريات يعني حضوري ووالدي بالملعب بطولة العرب وذاك الوقت اتذكر السلطجي واتذكر الفريق السوري والفريق اليماني من دخل منطقتنا واشتروا احذيه رياضيه ما كان عندهم احذيه وهي كلها ببالي وكانه البارحه يعني. فانا اعتبر دائما ملعب الكشافه من اسال عنه انا اقول اعتبره كائن يتنفس وياكل ويشرب والان هو يعاني يعني كانه يحتاج كميت سريرين يحتاج لانعاش ممكن انعاشه لانه مو تحول ترجعه الى ملعب كانه يستقطب مباريات ضخمه وكذا لانه منطقه متداخله به لكن ممكن يصير منطقه بها معسكرات وكذا. ولعله انا لمحت بالبدايه كنت كانه قريت افكار ان تقصد هاي المنطقه برمتها تتحول بها تصير اتحادات. انا طبعاً اتمنى هيك يعني انه هذه المنطقه تكون بها اتحادات وقاعات لانه منشا موجود تقدر تطوره وما ياخذ وقت. احترامي هذا الملعب لو كان لغير وزاره كان شفناه باحلى حله بس مهمل لانه الجهه القطاعيه التابع لها ما لها علاقه بالمشكله. اليوم اكو بالقضاء قضيه منظوره انه التربيه الداعبي لان هي هو تابع للتربيه يعني تخصيصا لكن انه تنحل هذه اكو ملاعب. انت ترى انه بغداد تستحق ملعب اكثر سعه من ما موجود الان مثل ملعب التاجيات او غيره؟ طبعا اكيد يعني هو السعه يعني انا من وجهه نظري يعني ما تتجاوز يعني مثل سعه ملعب جدع النخله يعني مو 60 65 هو ملعب جدع النخله 65 65 اي هذا كافي كل الناس تقول 150 الف وانت لو لعبات منتخب انت لو تجيب 500 هم بلعبات المنتخب لعبت لعبه لعبتين بالمنتخب مباراتين والباقي السنه شنو؟ مو هذه الملاعب الان من تبنى بها دراسه جدوى ايش قد يكلفك يوميا؟ لذلك شوف ملاعب ضخمه مثل ومبلي وغيرها من 100 الف رجعت سووها هيكلوها من جديد ورتبوا وضعها وصارت 70 الف و5 البعض منزعج من الدعم الحكومي لكرة القدم على حساب بعض الاتحادات، يعني يقول لك اتحاد كرة القدم مدلل من السيد السوداني على عكس باقي يعني الاتحادات. انا اضرب لك مثل قريب جدا يعني، هو لعبة كرة القدم يعني ما نختلف عليها لا انا ولا انت ولا طبعًا الجمهور انه يعني الكل شغوف بكرة القدم وهي اللعبة هذه الكرة المستديرة هي الأكثر شعبية صح وهي اللي تخلي كل العوائل تسمر أمام جهاز التلفاز حتى تتابع مباراة منتخباتها والأندية اللي تعشقها وكذا. فهذا منتهي منها لكن بصراحة أقول يعني دولة الرئيس يشدد دائما على أنه الاهتمام بالفئات العمرية ويتمنى نطرح أشياء تخص الفئات العمرية ودائما بختام الحديث ويقول مو كرة قدم فقط. وأضرب لك يعني أكو أصدق دليل قبل أيام تم تكريم غرب آسيا صح لألعاب القوى مع أنه ترى غرب آسيا تعتبر بألعاب القوى بالذات يعني قيمتها متواضعة تعتبر لأن اليوم ألعاب القوى حتى البطولة العربية ما عاد الأبطال مثل قبل يلتقون بها مثل يتوارم صار أكو غير بطولات يعني ليفلها أعلى وكذا. لكن مع ذلك على الرغم أنه بساطتها وكذا لكن آثر أن يكرمهم كرم كل الحائزين على ميداليات. يونس محمود خلال لقاء بالسيد السوداني رئيس مجلس الوزراء يقول أنه رئيس الوزراء يريد تحقيق حلم المونديال وإعادة إنجاز أثينا. إذا قرأت المنشور طبعاً. نعم قرأت. شنو رأيك باللقاء اللي دار بين يونس محمود ورئيس الوزراء؟ تفاصيل اللقاء ما عندي بس اللي رشح من قبل الكابتن يونس لا طلعنا عليه. أكيد أنت عندما تدعم يعني تأمل يعني هو دولة رئيس يعني ما يقول لك إلزام إلا يعني هاي هو يعرف كرة قدم هذه ما لها علاقة وحتى ترى بالنسبة لهذه المجموعة أنا أتمنى ما نستخف فيها أبدا إطلاقا ترى هذا سيف ذو حد يعني راح أجيك على المجموعة. لقاء يونس محمود بالسيد السوداني هل هو رسالة
انه السيد السوداني صديق لجميع الرياضيين، مو حكرا مثل ما سوقه البعض انه لا صديق بس عدنان درجال، شو يطلب عدنان درجال ننفذ له. مع انه هو ما يحتاج هذه الرساله لانه هو فعلا صديق كل الرياضيين. بس انا ما اعرف شنو ظروف اللقاء، وما اعتقد دوله الرئيس يحتاج يوجه رساله بهذا الشيء، لانه هو مو السيد السوداني يريد يوجه هاي الرساله، اخرين يريدون يوجهون هاي الرساله. يعني صاير حديث شائع بالوسط الرياضي انه فقط عدنان درجال مقرب من السودان ومدلل. بصراحه لكل مجتهد نصيب، عدنان درجال يعني اجتهد يعني، و اكو مياه راكده حركها، خلينا نكون واقعيين. ما صار، ما يعتبر درجال محظوظ بوجود السوداني بدون شك. والله طبعا اشرف محظوظ اكيد، يعني لانه لما عندك يعني احيانا هو يفكر، يعني هو يبادر دوله الرئيس كذا، شلون مو محظوظ؟ اكيد يعني احنا كنا محظوظين يعني. الرياضه بشكل عام يعني هذا عصرها الذهبي، فمساله طبيعيه. لا طبعا خلينا نتحدث، انت ذكرت مجموعه منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم، شنو رؤيتك بها؟ والله انا يعني مثلي مجوز احسن مني طبعا، ناس كره القدم الى كره القدم مع ذلك صاحب هي مجموعه تعتبر يعني الكل يعتبرها استبشرنا خير يعني. لكن أنا أقول هو السيف ذو حد، يعني أنت تكون مع مجموعة تعتقد أنه سهلة وهي ليست بالسهلة طبعا. يجب عدم الاستهانة بهذه المجموعة. وأيضا أشكل على جماهيرنا العبارات يعني الصفة اللي يطلقوها على ملعب جدل النخلة، ما دام يعني أعتبرها يعني شيء يعني مخجل، لأنه هذا جدل النخلة أن تصور. ما أحب اللفظ اللي تعرفه وعرفه واللي يعرفه الجماهير، اللي أطلق على ملعب جدة النخلة استخفافا بباقي الفرق، كل الفرق أخوتنا وناسنا، ويعني إذا سواء الأردن تحديدا أو باقي الفرق. هذه مباراة، هذه كرة قدم، حب واحترام وبها رسائل جميلة للمجتمع وبها قيم، يعني هي مو كرة ندحرجها، لا قيم نتداولها بيناتنا، ذاك ما نطلع عن طور هذه القيم. أزعجتك هذه جدا، وانا اعتبر يعني بصراحه يعني استغرب انه يعني تتداول من بعض الاعلاميين، هذا شيء غريب. ممكن الناس عامه بسطاء وما بدي اطلق يعني جوز بيني وبين نفسي اختار يعني وصف اكثر قسوه، يعني مو بس بسطاء، لان يعني بصراحه مشينا مو حلوه، وكانه تطعن باللي قدموه جماهيرنا في خليجي 25 من الصدور الرحبه ومن الايادي البيضاء اللي كانت موجوده وممدوده من قبل البصريين. هو نفس جدع النخله بعده بالبصره، وراح اهل البصره لهم يعني القدح المعلى في هذا الكاس. فشنو اللي اختلف؟ هذا مو مثل ما قال هذا جدع النخله اللي راح يحتضن كل الفرق العربيه وغير العربيه، لانه الكرم موجوده، هذه شيء متوارث وقيمه موجوده عند البصريين عند العراقيين والبصريين بشكل خاص. اقول يعني بصراحه راح يضيف لنا قوه اللعب في البصره بهذا الملعب. طبعا طبعا، لذلك كثير من يعني انت تسمع تصريحات يمكن حتى بعض المدربين باقي الدول اللي بالمجموعه، يعني انه هذا الملعب جمهوره مرعب، وبصراحه يعني اكيد يعني راح يتشكل لاعب رقم 12 يعني الجمهور بيه. قادر كاساس واتحاد الكرة على قيادة العراق للوصول إلى المونديال مرة ثانية؟ يعني هذه أحسن فرصة، يعني لأن أحسن فرصة ليش؟ مو بس لأنه المجموعة نوعا ما أفضل لنا من باقي المجاميع، أيضا دعم موجود والجماهير ملتفة حول مقاعد الاتحاد. نعم، من أربعة يصعدون من آسيا هسه ثمانية، ثمانية ونص يعني نصف مقعد، يعني ضعف العدد، فرصة إيه بس تاريخية. بس هو الوضع هم اختلف ترى، يعني الفرق اللي كنت انت تمر عليها مرور الكرام اليوم هسه صارت تواجه صعب طبعا مواجهة. وكل ما يعني الزمن يمضي بينا هذه الفرق ده تتطور بصراحة. صح. يعني اندونيسيا يمكن النسخة الجاية غير اندونيسيا، فيتنام غير فيتنام، اللي بهذه النسخة اللي هم محرجين في نفس الوقت يعني. صحيح. شلون تقيم عمل اتحاد كرة القدم بوصفك كنت بالهيئة المؤقتة وعملت وعرفت كواليس الاتحاد، شو تقيم عمله من ناحية الإنجاز؟ لو شهادتك مجروحة حتى أعبر بالأخ عدنان؟ لا بالجميع، بالعمل. شو عدنان واحدة يشتغل باتحاد كرة القدم؟ لو هي منظومة مكتب تنفيذي.
هاي الابتسامه وراها تصريحات غير مولده. لا والله بس هو الاخ عدنان هو المتصدر المفروض المتصدر والفرقه بعامرها والقصيده بمطلعها زين. إيه عدنان دجال يعني رجل بصراحه يعني بصفات قياديه يعني انا اشهد له يعني في فترات متفاوته زاملته وسافرنا سوا وكذا. اعتقد رجل هو يواصل ليل بالنهار ويعني اطمح واطمع انه تكلل جهود عدنان ورفاقه بالنجاح. حتما يعني يعتبر من يعني الان يوم امام نقدر نصنفه من افضل الاتحادات نقدر نصنفه. اذا انت مع التجديد لولايه ثانيه لعدنان؟ انا صرحت في وسيله اخرى قبل اسبوع انا مع التجديد لكابتن عدنان بصراحه. بنفس الوقت ما مصدوم او متفاجئ من عمل بعض اعضاء الاتحاد؟ تحس ما لهم دور؟ لو لا بصراحه يعني بصراحه هو ترى ماكو واحد يريد يعمل يعني احد يحجبه عن العمل كذا، احيانا الشخص هو يعطل دوره يعني. واكيد اذا كابتن عدنان واذا الاخوه الاخرين الفاعلين اكو ناس فاعلين واكو البعض قد يكون اقل فاعليه. حتما الاخ عدنان وغيره من الاخوه اللي مطلعين بهذا الدور يتمنون الكل يكونون شعله نار والكل يكون يعني مثل متفانين في خدمة الكرة العراقية وفي يعني يحققون ذواتهم من خلال هذا العمل. أنا شلون لو السيد ياد بنيان ينسى أنه مستشار رئيس الوزراء ساعة يمي ويصرح بآراء الشخصية فقط، شلون؟ أنا صريح ترى بالعكس. شو أكو دبلوماسية بالأجوبة؟ مطلوبة الدبلوماسية. ولذلك وزارة الخارجية كل شغلة دبلوماسي. كخبرة إدارية بالعمل الرياضي، نعم، يحتاج اتحاد الكرة إلى تغيير بعض أعضائه بالدورة الجاية؟ أنا أعتقد هذا الشيء. أنا أكثر من نصف؟ أكثر من نصف. إذا لو عندنا مكتب تنفيذي أو أعضاء بهذه القوة كان شفت بعد أكثر يعني. كان شفنا أكثر. لأنه بصراحة مع ذلك أنا صنفته من الاتحادات الناجحة، يعني أكو جهد كبير يعني كبير جدا يعني من الأخ عدنان وبعض أعضاء الاتحاد موجودين يعني بصراحة يعني فأكو موجود، لكن طبعا احيانا فاقد الشيء لا يعطي يعني طبعاً. الانتخابات لعبه، ولذلك انا اتمنى ان يعني الاخ عدنان ورفاقه والهيئه العامه مالتهم يروحون الى قانون القائمه بالقائمه المغلقه. وانا صرحت قلت انا في السياسه وفي البرلمان مع القائمه المغلقه لست مع القائمه، فما بالك بالرياضه. راح ترشح في يوم من الايام رئيس اتحاد؟ لا اطلاقا لا تجربه مره، انا مستشار رئيس الوزراء. زين خلينا نتحدث عن دوري نجوم العراق بنسخته الأولى ومن خلال مشاهداتكم له. نجح الدوري وأعطى ثمار ما صرف من أجله؟ هو طبعا هذا الدوري مختلف عن الدوريات السابقة تنظيميا إضافة لأنه قضية الفار انعكس على الأداء أيضا، يعني أداء تباع يعني بصراحة بعض الأندية أكثر الأندية أداءها مفرح، يعني شوف مثلا أندية تتخيلها في ذيل القائمة لكن تحرج الكبار أحيانا. ما دمنا بالدوري طبعا أنا قبل ما ينتهي الدوري أحب أبارك مو للي راح ياخذ الدوري. عبارة تقول أحب أبارك يعني عند الشرطة وأنا عرفتك لأن سببت لي مشكلة العام الماضي. أحب أبارك النادي الميناء بصراحة يستاهل بقائهم في دوري نجوم العراق، وأحب أرفع القبعة للمدرب الشجاع حسن أحمد الشاطر حسن بصراحة، لأنه أي مدرب كان يفكر أكثر من مرة حتى يخوض هذه المغامرة واللي هي فعلا مغامرة طبعاً. لكن واثق من نفسه فريق أحرج فرق كبار بأنه هو ما من حقه يستقطب ولا من حقه يوقع عقود لمدة سنة أو كذا سنتين ما أعرف. لاعبين شباب لذلك طب صراحة أرفع لهم القبعة، لأنه إحنا كنا نشجع أنديتنا لكن على الأقل البغداديين الكل يشجع نادي، يعني أنا متأكد تشجع نادي وتشجع نادي الميناء والكل يتعاطف مع الميناء نادي الميناء الفريق اللي دائما يشجع طبعا. فلذلك أنا أحب أبارك لأهل البصرة ولنادي الميناء ولإدارة الميناء وتحديدا للشاطر حسن أرفع له القبعة، يعني مدرب بصراحة يعني لا يشق له غبار. يستاهل كابتن حسن. وبعد هذه المباركة أريدك تبارك لبطل الدوري
هذه لما ينتهي المنافسة راح نبارك أكيد. يعني هو فعلا اليوم الشرطة الأقرب إلى يعني خلينا واقعيين. يمكن أنا العام سبب لي حرج كان هو متخلف بأكثر من نقطة وقلت رايح الدوري رؤية مو عاطفية مو عاطفية ثق يعني مو عاطفية لكن وإذا قلت لك برؤية مو عاطفية من سيكون بطل الدوري هذا الموسم؟ مو عاطفية؟ ليش تحرجني أنت؟ وأشعر أنه تريد تقول مثلا جوز الزوراء على الإمام علي سلام الله عليه سئل قالوا له صف لنا العاقل قال الذي يضع الشيء في موضعه صف لنا الجاهل قال قد فعلت أنا قد فعلت. إذن مبارك للشرطة مبارك لكل أنديتنا يعني حتى الجوية والزوراء هذا التقارب وهذا بس الصراحة. من وجهة نظر رئيس نادي سابق صاحب إنجازات تشعر أنه الجوية كان قريب جدا من الدوري يمكن لك أفضل المشاكل الإدارية اللي عصفت بينه وبهالتداخل مع الجماهير أخرت نادي الجوية كان متوقع أن يكون يقدم أفضل مما كان يعني. شو يحتاج القوة الجوية إداريا؟ خبرة أكثر هدوء أكثر شنو اللي يحتاجه؟ من وجهة نظر ناصح متابع بعيد مراقب استقلالية وقوة قرار بالإدارة استقلالية وقوة قرار زين. اللاعب الأكثر اللي عجبك هذا الموسم بالدوري تحس عطاءه مستمر لاعب واحد طيب ثلاثة بعد أحسن يعني أنا صراحة لؤي العاني عاجبك أداء لؤي جدا يعني شوف حتى حركته بدون كرة يعني لؤي لاعب يعني من طراز خاص يعني بصراحة شفته اختار لاعب من الزوراء على واحد بعد أكيد من المحترفين المواس صراحة يعني تجربته مع الشرطة مميزة أي طبعا أي و راح تختار من الجوية كلهم أولادنا إن شاء الله زين أيمن يعني حسين مع الجوية أيمن طبعا أكيد اسمه أمجد عطوان هم لا تنسى يعني مع أمجد مع زاخو مع زاخو مميز زين المدرب الأفضل من وجهة نظرك حسن أحمد حسن أحمد نعم مو مؤمن سليمان بالدوري أنا ما أن يأخذ الدوري تحصيل حاصل لكن أنه تحافظ على مؤمن سليمان مدرب يعني كل المحبة والاحترام أيضا لا تنسى 14 مباراة بدون خسارة نرجع للزوراء طبعا أصام حمد أصام محمد لا تنسى أبد إطلاقا هو وكادرة يعني لكن أنا بصراحة يعني أنا جاي بالطريق وناوي أقدم يعني تهنئة لحسن أحمد بصراحة وإن شاء الله يعود الميناء بالموسم المقبل شلون تشوف العلاقة بين المؤسسات الرياضية مثلا الوزارة الاتحاد اللجنة الأولمبية تكاملية ماكو تواصل لا ليش تأكل تواصل موجود يعني صير هناك هنا وهناك وهذا طبيعي ترى طبيعة ما صار العمل. مو مثل قبل كانت بوكسات مو تمام أي والله لذلك اليوم نشوف يعني هذا ينعكس حتى ينعكس على إنجاز يعني فأكون سجام جيد جدا يعني لقاءات دائما أنا أشوف دائما رئيس اللجنة الأولمبية مع السيد الوزير على طول اللجنة الأولمبية مع الاتحاد الكرة مع يعني دائما منسجمين وينسقون مواقفهم يعني فأشوفها طبيعية غالبا كانت الاتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب كل واحد بوادي صح اليوم لا الكل يعني نشيل المصلحة العامة واليوم قضية وطن يعني عمل اللجنة الأولمبية عاجبك لغاية الآن بعد التغيير شوف كل تركة ثقيلة يجي واحد على اعتاب تركة ثقيلة انا صاحب مقولة بقناة الفرات كان زميلك احمد الموسوي سألني يوم اللي استلمت اول يوم استلمت نادي الشرطة قال لي انت امام تركة ثقيلة قلت تركة ثقيلة مدعاة للنجاح صح لانه مجرد ما يعني بس تحقق شيء البسيط راح يبين يعني صح فهذا اللي دا يحصل في اللجنة الاولمبية اللجنة الاولمبية كانت نائمة صراحة ما كان وجود رعد حمودي نائمة تماما غائبة على الرغم من كل هذه السنوات اللي يترأس فيها اللجنة الأولمبية 12 أو 14 سنة فغائبة كانت تماما عن المشهد يعني ما مطلع حتى أكو مسؤوليات كانت من ضمن مسؤوليات ما مطلع عليها كانت مسألة هذا الحياد السلبي كان موجود يعني في سابقا يعني شخصية الأولمبية ما أرد أحمل الكابتن رعد حمودي وحده وكذا شلون تعاملتوا مع التظاهرات الرواد والأبطال نجوم الكرة السابقين ومطالباتهم المشروعة
واتجاه القوانين واتجاه الاستحقاق فيما يحق الرواد، فيما يعني مسألة الرواد قضية الأراضي هم طبعا، وهذا صح. مطلب كل عراقي مو بس الرواد. القضية تقريبا هي أنا أكثر مرة قلت هي إرادتها لمسات يعني أخيرة، لأنه احنا محصلين توجيه من دولة الرئيس فعل قانون الرواد بعد ما شبابنا شباب محمد عماد حصلوا على المركز الثاني واخذوا تكريم على ضوء قانون الرواد، ولذلك صوت على قانون الرواد من جديد، وأنا رافع مطالعة لدولة الرئيس وكان بها توجيه وراحت كل المحافظات أيضا في أمانة العاصمة اعتذروا بدون رصيد من أيام كنا على هامش تكريم غرب آسيا لألعاب القوى، ضمتنا جلسة مع دولة الرئيس أنا وأخوي الحاج خالد بيان وطرحنا موضوع الرواد أراضي الرواد، وأنا طرحت قضية أنه نحصل لأنه الأمانة طرحوا أنه يعطون 10-10 بين فترة وفترة، فأنا رفضت بوقت يعطونا قطعة واحدة حتى لا تنطون الأياد بنيان ركن وقيمتها 400 مليون وتعطون علي سالم محافظ الألقاب قيمتها 10 مليون كذا يصير بها غبن مقاطعة واحدة، وهذا عرضنا على الرئيس وأيد الفكرة قبل أيام. وأيضا طرحت أنه مسألة الاستثناء لأنه أكو ناس ماخذين أراضي قبل 2003، أنا طرحت أنه ما لها قيمة، وأنا شفت يعني مو يعني حسيت من خلال رد فعل دولة الرئيس أنه منسجم مع هذه الرؤية، يعني كان يعني ما راح يظلم أحد إن شاء الله. إن شاء الله ما يظلم أحد، مسألة وقت يعني، وهسه احنا يعني إذا يعني أنا اقترحت أنه لأنه لا يوجد رصيد في أمانة العاصمة ممكن المالية اللي أنا أدري 80% و70% 90% من أراضي العراق هي مملوكة للدولة، فلذلك ممكن نحصل على مقاطعة بأطراف بغداد بتضم جميع الرياضيين، حتى قلنا يسموا عدة على مسامع دولة الرئيس مرة أخرى أنه نسمي حي الرياضيين يعني وكذا، وتفاعل بشكل كبير مع هذا الأيام القادمة يحتاج شوية صبر إن شاء الله. قانون الرياضة الموحد، قانون الرياضة الموحد في اللمسات الأخيرة في مجلس الدولة دقق أكثر، وراح سيذهب قريبا يعني قد يكون بالأسبوع المقبل أو اللي بعده للتخصصية تسمى حتى يبعث إلى الحكومة حتى الصوت عليه، ثم يرسل إلى البرلمان يقرأ القراءة الثلاث ثم يشق طريقة للتطبيق. أكو قضية زعجتني وزعجة كثير من أبناء الوسط الرياضي، وأتمنى من خلالك توصل وزير الشباب والرياضة، أنا للأمانة ما عندي رقمه كان دزيت الهياب رسالة. قضية ترى إذا تدق عليه رسمي يجاوبك، السيد أحمد من الشخصيات الرائعة يعني. طيب ومحترم. قضية إثبات الحياة للنجم. نعم. يعني شنو يروح ياخذ كتاب وأيد لكم إنه أني ما زلت على قيد الحياة؟ من أساطيرنا ونجومنا الدوليين. نعم. أستاذ رياض يروح، والله أنا ترى بعدني على قيد الحياة، حتى ياخذ له 300-400 ألف. ما أشوفها لائقة. قوانين الدولة ونطرح على السيد وزير الشباب. خاف ترتطم يعني بقانون معين وكذا، لأن شهادة الحياة مو بس بالرياضة يطلبها، بكل مكان يعني. هو بنفسه بالمناسبة بلغني من أحد النجوم هو منزعج من هذه الفكرة، فيحتاج لها شوية تعديلات، يحتاج لها إلى اهتمام. بشكل عام هذا العام متفائل أنت رياضيا يعني على المستوى المنتخب على المستوى الأولمبي؟ ما الشكل معضلة كبيرة يعني، ليش الحساسية؟ والله أشوفها زحمة ما أدري يعني بالوضع الجديد، يا بفتح وياكم كاميرا وأقولكم أنا على قيد الحياة. يعني مو ما يجي مثلا هو مقيم في مكان معين في محافظة بالعمارة، أنا ما أعرف السبب بس لازم أكو سبب قانوني، ما أعرف أنا مو يعني ما صح دي. أنا أقول بس خلينا نوصلها، ممكن أنا أوصلها الفكرة أوصلها وأتعاطف وياها، على المرأة أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. صح. متفائل رياضيا جدا يعني احنا نهملنا مشروع، ما أنت قلت لي راح أرجع عليه يمكن راح بطيات الحديث اللي هو الإنجاز العالي. أيوه دولة الرئيس وقع على مطالعة أنه إنجاز الشراكة بين الأولمبية ومشروع دولة ورئاسة الوزراء ووزارة الشباب، يعني رئاسة الوزراء والأولمبية ووزارة الشباب ستنبثق لجنة راح تعنى بالإنجاز العالي، وراح تركز على يمكن 7 اتحادات: اتحاد رفع الأثقال، الملاكمة، المصارعة، التايكواندو، ألعاب القوى، الرماية، قوس وسهم، ومسافات محددة في السباحة. لا العاب قوة ذكرناها، العاب الطويلة بعتبر يعني ذني الاتحادات ممكن أن تحقق به إنجاز. يعني هسه تتخيل مثلا الرماية
لو تحظى برعايه يعني، والاثقال ناهيك عن الاثقال والملاكمه والمصارعه كذا، الرمايه باعتبار ما تحتاج لياقات وكذا، وهذا تحتاج تركيز، واحنا ما شاء الله العراقيين باع منهم رايه ويرمي، لا يعني هذا معروف عنهم، لو تحظى برعايه اكبر و بالاعراس نرمي بالفواتح نرمي فليش ليش ما يكون عندنا مثلا وسام مستقبلا بهذه الالعاب؟ فراح ترصد لها اموال، وراح خبراء يعني اجانب راح يكونون لهذه الاتحادات، وراح يكونون مدراء تنفيذيين يقودون هذه الاتحادات، يعني كل اتحاد عنده مدير تنفيذي اجنبي، فتخيل انت هكذا مشروع راح تبين ثماره، ما اقول لك يعني مثلا ب 28 اللجنه الاولمبيه من راحه والاسبانيه قال لهم 28 قال 28 تمورو يعني 2000 لان 26 يبدي الترشيح، راح تشوف 32 و36، فانت امام رئيس دوله أمام رئيس وزراء يقول لك اعطيني مشروع ل 32 ذكرناها من البدايه، هذا المشروع سيشق طريقه قريبا سياتي يوم ونقول ان العراق لديه اكثر من وسام اولمبي باستثناء الوسام الخالد اللي الراحل عبد الواحد، وهذا اللي يأرق السيد رئيس الوزراء، وهو ذكر بالضبط عبارتك، قال احنا نبقى نفتخر بالوسام سنة الستين بوسام عبد الواحد، فلذلك جاء هذا المشروع، وراح نبقى نستذكر انه صاعدين بس الكأس العالم مرة واحدة بال86 ان شاء الله، هذه يعني مستبشرين خير بفريقنا ان شاء الله وبكأس آسيا وباتحادنا ان شاء الله، المرحلة المقبلة نكون هذه المرة الثانية راح نتأهل ان شاء الله، كنا يعني متفائلين يعني ان شاء الله، بس تبدأ كرة قدم ما تقدر، حتى هو المدرب من تحكيها ما ينتك حتى لا كرة قدم راح نتأهل ما نقبل جميل جدا، يقول توقع الخير فكل متوقعات متوقعنا. شكرا جزيلا سيدة يعني، كنت ضيفا عزيزا في برنامج كورة دائما عزيزا سلمك، وانا والله ارتاح وياك دائما، بعض الاعلاميين كم اعلامي يعني انا اتمنى اطلع وياهم يعني، شكرا جزيلا لذلك مجرد ما طرحت عليه الفكرة رحبت، شكرا جزيلا، شكرا موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم.